بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرع في الكلام على ما يتعلق بدرس الفقه، وهو نبدأه بدرس النكاح ثم يلي درس الطلاق بعد ذلك، إنه في أحكام كثيرة بتغيب في هذا الباب، خاصة فيما يتعلق بالحقوق التي تكون بين الزوجين، وفي أشياء أصلا في الطلاق أيضا في العدة وغيرها. الأمر الأول أن الإسلام رغب في الزواج. الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوة، سواء كان هذا في الرجل أو كان في المرأة، وركب ميلا في الرجل إلى المرأة، وميلا من المرأة إلى الرجل. وهذا له حكمة، وهو التقاء الرجل مع المرأة حتى يكون هناك نسل، وهذا النسل يدوم حتى يكمل هؤلاء الناس عمارة الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بلا شك أن الله سبحانه وتعالى حدد زمنا لهذه الحياة تنتهي عندها، وهي إلى يوم القيامة. وأخفى الله سبحانه وتعالى عنا يوم القيامة، لا نعرف متى يكون، لكن هناك علامات لهذا اليوم، لا يمكن تحديد السنين التي تعقب هذه العلامات حتى يكون هناك يعني نهاية لهذا العالم. لكن بقاء النسل لابد أن يكون لبقاء هذا العالم، لابد أن يكون هناك بقاء النسل. فحدث هذه التركيبة الموجودة في المرأة وفي الرجل. ولكن حتى لا يكون الإنسان كالحيوان يعني يركب ما يشتهيه، وحتى لا تلوث الأعراض وتختلط الأنساب وتضيع الكرامات وتصبح المرأة سلعة مهينة، حدد الإسلام قواعد وضوابط للعلاقة بين الرجل وبين المرأة، وجعل هناك حلقة بين الحرام، بين الانتقال من الحرام إلى الحلال. يعني المرأة تكون محرمة على الإنسان قبل العقد، ثم تحل له بالعقد، تحل له بالعقد. فالنقطة دي اللي هي نقطة الانتقال هي التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها كرامة المرأة وصيانتها، فجعلها درة مصونة، وهي تطلب، يعني الناس الخطاب يأتون إلى المرأة يطلبونها من وليها، وهي قد تقبل وقد ترفض المرأة، وهذا يجعل لها نوع من العزة والكيان مستقل، ويجعل لها شيء من الكرامة، والناس تتعرف على أن فلان هذا تزوج فلانة، وليس مما يكون فيه الفواحش والعياذ بالله. فالإسلام من أجل ألا تنصرف هذه الشهوة إلى مكان محرم، فرغب في الزواج وجعله علاج لذلك. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فيعني مانع من الوقوع في الفاحشة، فهذا يعني يجعله كأنه ليس له في أو يقلل الشهوة والرغبة وشيء من هذا مع الصيام. فإذا الإسلام يتعامل مع الزواج ليس لأنه قضاء وطر فقط، ولكن الإسلام يتعامل مع الزواج بأشياء كثيرة جدا ربما نتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ودي من مقاصد الزواج.
من مقاصد الزواج. فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب. فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يبقى دي سنة من سنن الأنبياء، يعني احنا بنتزوج لأننا نستن بسننهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي نقتدي بهدى الأنبياء. وتارى يذكر في معرض الامتنان، يعني يذكر الزواج في معرض الامتنان، أن الزواج منا من الله سبحانه وتعالى ونعمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. يبقى هذا في مجال الامتنان على العباد، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أزواجا وجعل لهم من هذا الزواج بنين وحفدة، ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الولد قرة عين لأبيه. الولد، كلمة الولد لما نطلقها تطلق على الولد والبنت، يعني له ولد، يعني الإنسان له ولد، مش شرط يكون نذكر نريد أنه ولد يعني صبي، لا، الولد يعني له جنس الولد، وهو الولد أو البنت. فالولد قرة عين لأبويه، وبالتالي يستمتع بهذا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وده مقصد من مقاصد الزواج، ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. والزواج أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أي من العلامات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة تعيش في كنف أبويها منذ الصغر، يعني تفتح عينيها على والديها، يعني لا ترى إلا والديها عندما تفتح عينيها، وتربى في هذا البيت إلى أن تتزوج. عندما تتزوج تنتقل إلى رجل لا تعرفه ولا يعرفها، يعني لا تعرفه ولا يعرفها. ثم نجد العلاقة الوطيدة جدا بين المرأة وبين الرجل. نحن نتكلم في الايه، في العلاقة السوية، نجد ان المرأة ترتبط ارتباط شديد جدا بزوجها، بالزوج، ارتباط وثيق جدا بالزوج. ودائما بعد ان كانت متعلقة بابيها في كل شيء، لو كانت مريضة يبقى تطلب ابوها، لو كانت يعني حدث لها شيء تشتكي لأبيها وكذا. بعد ذلك الأمر ده ينتقل إلى الزوج، وده من آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وأنا أعرف يعني بنات كنا لهن ارتباط شديد جدا بالوالد، لكن بعد أن تزوجت وعند الولادة والدها موجود معها وهي بتسأل عن زوجها، يعني وهذا يدل على انتقال الارتباط. وده مع انه هذا البيت الذي دخلته هي لا تعرف عنه شيئا ولا تعرف هذا الرجل قبل ذلك، لكن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف تنتقل المودة والمحبة والعلاقة الوطيدة التي كانت مع أبيها تنتقل إلى الزوج. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تسكنوا إليها، السكن هو الطمأنينة والأمن والهدوء، والأمن والهدوء، ودي الحالة الطبيعية. الإنسان بيجي متعب من عملي وكذا، إذا دخل بيته ولقيته امرأته فإنه يحدث له السكن، يحدث له السكن. العلاقات غير السوية بقى هي إنه يعاني برا ويعاني في الداخل، في داخل بيته. فيعني هذا الأمر يعني يحتاج إلى مراجعة في السلوك، يحتاج إلى مراجعة في التربية من كلا الطرفين، من طرف الرجل ومن طرف المرأة، حتى تعود العلاقة إلى علاقة السكن، إلى علاقة السكن، الأمن والطمأنينة.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في مودة وفي رحمة. المودة هي الحب، المودة هي الحب، في حب بيكون موجود بين الرجل وبين زوجته وبين الزوجة وبين الرجل. فالمودة دي هي اللي بتنشأ عليها العلاقة. إنسان لما بيحب شيء بيبذل له. طب انقطعت المودة دي بين الرجل وبين المرأة من أي الأطراف، سواء المرأة صارت لا تجد حبا أو مودة لزوجها، أو الزوج صار لا يجد هذه المودة، تبقى الرحمة. يبقى إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يهنها. يبقى إحنا هننتقل من الحالة اللي هي حالة الإحسان إلى حالة العدل، من حالة الإحسان إلى حالة العدل. لما هيكون في مودة هيكون في حالة الإحسان، أي في قمة العطاء. طب لو إحنا ما حصلش مودة يبقى نرجع للعدل، يبقى لابد أن يعدل في مع زوجته، لابد أن يعطيها حقوقها، لا يهنها، لا يسبها، لا يضربها، لا يقبحها، لا يلعنها، لا يسب والديها، يقضي مصالحها، أيضا يظل هو يقضي مصالحها، سواء كانت هذا من الطعام أو الشراب أو الملبس أو السكن أو حتى التعليم أو الترفيه أو صلة الرحم، صلة رحمها، كل هذا لا بد أن يؤديه. هذا مع أنه ليست هناك مودة، وده يمكن أن يكون، يمكن أن يكون في العلاقة الزوجية، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني الأرواح ممكن ما تتوافقش مع بعضيها، فيحدث شيء من حتى لو ما سمناهوش كراهية، يحدث شيء من عدم وجود الميل، ما فيش ميل، ما فيش نوع من الانسجام مثلا بين الرجل وبين المرأة، فما يضيعش معاه الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يبقى لابد يكون في رحمة من كلا الطرفين، من كلا الطرفين. لو استحالت الحياة يبقى للرجل أن يطلق زوجته، أو أن المرأة تختلع من زوجها. يعني المرأة اللي شرع بسببها الخلع، هذه المرأة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا ما أعيب عليه شيء من خلق أو دين، ما أعيب عليه شيء من خلق أو دين. إذن هو ما فيهوش عيب، لكن أنا أجد نفسي يعني ألا أميل إليه، يعني مش واجدة إنها ممكن تكمل معاه الحياة، وخايفة إنها عدم وجود الميل ده ينقص حقه، فهي عايزة تتخلص من هذه المشكلة. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فهذا الأمر، الحديقة دي كانت مهر، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فاختلعت منه. فالمرأة تستطيع أن تختلع إذا وجدت هذا، لكن مع عند استحالة الحياة، لأن الناس مفكرين أن الحياة البيوت كلها قايمة على الحب زي الأفلام والمسلسلات. لا، البيوت كلها قايمة على مصالح تانية، على وجود أولاد، على أن المرأة تحتاج إلى رجل تعيش في كنفه، وده أحيانا الناس يطلقوه يقولوا إحنا في ظل رجل ولا ظل حيطة. يعني أحيانا تكون بعض النساء هي فعلا تحتاج إلى رجل تعيش في كنفه حتى لا تضيع، حتى لا تضيع، دي مصلحة من مصالح الزواج. وذلك يعني الزواج له مصالح كثيرة، انه انت تتزوج امرأة لكي تنفق عليها حتى لا تضيع هذه المرأة، ان تتزوج امرأة حتى تتداخل العائلات في بعضها وتنسجم العائلات، تتزوج امرأة ترفع ذات رفعة وشأن حتى لا تخسر من شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي، كان أبوها رئيس اليهود، يعني رئيس اليهود، فلما أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها حتى لا تذل بعد عز. وجويرية بنت الحارث أيضا كان أبوها رئيس في اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما حتى يكون هناك رفعة لهما، حتى لا ينزل المستوى الموجود، إنه ممكن يتزوج يعني لكي تكون هناك المودة والمحبة مع أصدقائه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة وتزوج عائشة
وهما ابنتا أبي بكر وعمر، يعني عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. فإذا هناك مقاصد أخرى للزواج، وليس هي قضاء الوتر فقط ولا البناء على المودة فقط، فقد تكون هناك زيجات مبنية على العدل وهو الرحمة، أن يكون في موجود رحمة بين الزوجين، كل واحد بيأدي الحقوق اللي عليه ويأخذ الواجبات الحق الذي له، وتستقيم على ذلك الحياة وتعيش نعيش الحياة ونقضي الحياة على ذلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا ما كانتش المودة موجودة تبقى الرحمة موجودة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال أعبائه، فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. وده احنا بنقول أن الزواج سبب للغنى، الزواج سبب للغنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهنا جزم بالغنى، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله إن شاء، إن شاء لا، لها جاءت القضية بالجزم، وهو أنه يغنيهم من الله من فضله جزما، جزما أنه يغنيهم من فضله، والله واسع عليم. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فإن الله سبحانه وتعالى يعني يغنيه من فضله سبحانه وتعالى. والذي يعني عاين هذا، الذي عاين هذا يجد يعني في، لكن هذا مع أن يكون يريد العفاف، أن يكون عنده نية صالحة، أن يكون متعبد لله سبحانه وتعالى، يجد أثر هذا. وكلنا شاهدنا هذا، يعني من أول الزواج وكان حالة من الضيق والفقر وشيء من هذا، بعد الزواج تبدأ كأنها وردة بتتفتح، تقوم تفتح شوية، تيجي الولد أو البنت نلاقي أن الأمور تزيد والأمور تنفتح، إلى البنت الثانية ينفتح أكثر، الثالثة الأمور تتفتح أكثر، حتى نصل من مرحلة مثلا كانت ضيق شديد جدا إلى مرحلة أن كل ما تشتهيه تقدر على الإتيان به، كل شيء تشتهيه تستطيع أن تشتريه وأن يصبح في مقدورك أن تشتهيه. وده مع التدريج من الزواج إلى الإنجاب، الولد بعد الولد بعد الولد، الأرزاق تتفتح. وهذا شاهدناه يعني واقعا، وشاهدنا كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة الكفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحديث في أنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حقا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. فعلا متابع بين الحج والعمرة يجد هذا، يجد أن الأمور بتختلف وأن الرزق بيتوسع بسبب الحج والعمرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن نثق فيه، لكن رأيناه أيضا واقعا. المرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل، وهو كنز، الكنز بيأتي على سبيل الذم، لكن احنا من الكنز هنا هو كنز مشروع، لأن الكنز كنزان، الكنز لا يؤدي الإنسان زكاته، وهذا مذموم: الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومال كثير جدا لا يسمى كنز، مع أنه ممكن يكون أكثر من الكنز الذي يعاقب عليه الإنسان، لكن كونه يؤدي زكاته لا يسمى كنز.
فالحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة فلو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. والحديث الصحيح اللي هو رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. وده يعني أمر ينبغي تعتز به المرأة وأن تسعى إلى تحقيقه، أن تسعى إلى أن تكون ذلك. دما تكون مرأة صالحة تكون خير متاع الدنيا، يعني خير متاع الدنيا يبقى مطلب بالنسبة للرجال، وحين ينال هذا فيكون نال نوالا عظيما جدا. فلابد أن المرأة أن تتبوأ هذا المركز وأن تحافظ عليه، أن تكون خير متاع الحياة الدنيا. وهذا يأتي عندما تكون مرأة صالحة، المرأة الصالحة خير المتاع، فالدنيا كلها متاع كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخير متاعها، خير متاع الحياة الدنيا المرأة الصالحة. وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته، الفطرة تتنافى مع هذا، ومغير لدينه، وأن سيد الأنبياء وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، وأن من حاول الخروج عن هديه عليه الصلاة والسلام فليس له شرف الانتساب إليه، كما جاء في الحديث أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي قالوا هذه قليلة، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على دربي ولا على طريقتي وليس على سنتي، فأنا أتزوج النساء، وعلينا أن نستنى به صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض الناس يقول هناك بعض العلماء لم يتزوج كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وغير ذلك، وأنهم تزوجوا العلم وغير ذلك. نقول الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وظروف شيخ الإسلام ابن تيمية كان أنه كثير السجن، أنه كان بيسجن بسنوات طويلة ويخرج من السجن ليدخل السجن مرة ثانية. أما الإمام النووي رحمه الله فربما كان يفكر أن يتزوج، أنه مات صغير، مات وهو ابن 46 سنة رحمه الله، ملأ طباق الأرض علما، فربما كان يفكر في ذلك، لكن كان المسائل العلمية تأخذه، كان يريد أن يحصل نوع من التحصيل ثم يتزوج، الله أعلم بذلك. لكن إحنا علينا أن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نهتدي بهديه. والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خيرا له من زوجة صالحة. يعني إذا كان الرجل بيسعى إلى هذا أن يطلب زوجة صالحة،
لكي يستفيد أعظم استفادة بعد تقوى الله، ينبغي أن تتبوأ المرأة هذه المنزلة، هذه المنزلة. يقول إن أمرها أطاعته، هذه صفات المرأة الصالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. يعني معظم الطلاق يقع بمخالفة هذه الأشياء، يعني إذا أمرها لم تطعها، افعلي هذا لن أفعل، فيقول أنت طالق، مع الضيق مع الغضب منها مع كذا يقول لا أنت طالق. فعلشان نقلل حالات الطلاق التي صارت يعني تمثل رقما كبيرا، لابد أن تطبق المرأة هذه الأمور، إذا أمرها أطاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وإن نظر إليها سرته. يعني هو بيأتي من كدر العمل ومخالطة الناس والتعب والمشقة وغير ذلك، دخل البيت يعني يجد صورة أيضا عابسة، امرأة عابسة منتكشة الشعر بملابس على هيئة ملابس البيت، ملابس الخدمة يعني، في وقرفانة شديدة القرف من المواعين والغسيل والطبيخ والمكوى والأشياء من هذه. هذه أشياء ما ينبغي أن تغلب على المرأة، ينبغي تعرف مواعيد العودة من العمل وتتهيأ له أحسن التهيئة، وأن تبش في وجهه لكي تذهب عنه عبء كبير جدا تحمله أثناء العمل، فإن هذا يجعل من البيت سكنا، وهذا يعظم في نظر الزوج هذا الأمر، مما يضفي على البيت البهجة والسرور ويذهب التعاسة. فإذا نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن أقسم عليها أبرته، قال والله لتفعلن كذا تفعل، إبرار قسمي. لأن كثير من الناس يقول لها لو والله ما تخرجي من البيت، أو لو خرجت تبقي طالق، تروح طلع من البيت وتطلع برا الباب عشان يقع منه القسم، بعدين يقول لها خلاص بقيت طالق، تقعد تعيط أو تبكي. طب ما هي اللي فعلت هذا الأمر، وإحنا بيعرض علينا في الفتاوى يعني آلاف من هذه القصص، إنه قال لها لو طلعت برا الباب تبقي طالق، تقوم تطلع برا الباب وتخش تاني. طب هذا هي التي أوقعت الطلاق على نفسها بسبب هذا الأمر، فلابد أنها إذا أقسم عليها أن تبر قسمه. وأيضا في وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، أنها تحفظ نفسها من أن تكون عرضة للوقوع في الفواحش أو مقدمات الفواحش، أو أن تكون في موقف ريبة، انها تلتقي برجال اجانب او تقف تكلمهم او شيء من هذا، او اتصالات في التليفون او كلام على الشات او الرسائل التليفونية او الاشياء من هذا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وان احنا بدأنا نشوف حالات طلاق نشأت عن العلاقات الالكترونية، اللي هي العلاقات الناشئة عن الأجهزة الحديثة والاتصالات اللي موجودة على الإنترنت والموجودة في التليفونات، بقت موجودة الرسائل التليفونية وغيرها من الكلام على الشات وغيره. فهذا الأمر بيؤدي إلى إحداث نوع من الريبة، حتى لو كان المرأة ممكن بتتكلم كلام في نصح في كذا في أمر معروف ونهي عن منكر وشيء من هذا، يعني هي تتجنب هذا، لأن احنا لما بنيجي نتكلم على الشات أو بنتكلم في الرسائل اللي بنرسلها، اللي في المقابل ممكن يظهر باسم امرأة وهو ليس امرأة ولا شيء، ممكن يكون راجل، وممكن احنا نكلم راجل مباشرة، وهذا الامر يحتاج الى شيء كبير جدا من التحفظ، لان احنا وجدنا حالات طلاق كثيرة جدا نشأت في الفترة الاخيرة نتيجة وجود اتصالات تليفونية، موجود رسائل تليفونية او موجود رسائل مخاطبة في الشات وغيره.
فلابد من انها تحفظ نفسها ولا تضع نفسها في مكان الريبة. بتقعد تحلف تقول والله ما في شيء وانا ما كذا وكذا وده كلام بريء وكلام كذا ولا ما فيش الامر ده ما ينبغي، لان هذا الامر مرتبط بغيرة الرجل، الرجل يغار على اهله، والغيرة هذه يعني امر مطلوب، يعني اللي تنتزع منه الغيرة يكون ديوثا ويشبه أسوأ الحيوانات وهو الخنزير. الرجل الذي لا يغار على أهله هذا يكون ديوثا، فالغيرة موجودة. احنا المذمومة هي التي تزيد عن الحد، هي الغيرة التي تزيد اللي هي بتخرج موضع الشك أو الوسواس أو يعني تخرج إلى حالة نفسية. لكن الغيرة المعتدلة الأصل أن الرجل يغار على زوجه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقي أسماء رضي الله عنها وهي تحمل النوى لكي تطعمه للإبل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها على الدابة فرفضت، وحكت ذلك للزبير رضي الله عنه وقال والله لو كنت ركبت لفعلت بك كذا وكذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيرة شيء موجود في نفس الرجل على زوجته، فلابد هي أن تراعي مثل هذه الأمور، وإلا يؤدي هذا إلى الطلاق. وعشان كده بنقول أن هذه الأمور اللي هي بتجعل المرأة صالحة، أن هي لو تركتها مش هتبقى امرأة صالحة وهتفقد المنزلة بتاعتها. فإن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. هنتوقف عند الكلام على حكمة الزواج، نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.